بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة الرابعة، ولما لا أيضا تلاميذ سنة الخامسة. بعد ما شفنا درسين في الكسور، أول درس كان مفهوم الكسور، وش معنى كسر، مما يتشكل الكسر من بسط ومقام، كيفية تمثيل الكسر على الشريط، ولا استخراج أو استخراج الكسر من خلال الشريط أو الوحدة. أيضا شفنا في الفيديو الثاني ترتيب الكسور. اليوم بحول الله جزئية بسيطة من الكتاب المدرسي، أعتقد صفحة 97 هذا الدرس، كتابة كسر عشري على شكل مجموع. أولا، ما هو الكسر العشري؟ الكسور العشرية هي كل الكسور لمقامها، المقام يكون 10، 100، 1000 وهكذا. بسيطة، جزئية بسيطة جدا، فقط نفهموها. احنا هذه 63 لو نقول لكم كيف نكتبوها، نكتبوها بهذه الطريقة: 6 زائد 3 على 10، بهذه الطريقة نكتبوها. لكن أنا كيف وصلت أني نكتبها بهذه الطريقة؟ عندنا هنايا نقدروا نكتبوها 60، نفكوا العدد 63، هذه نفكوها إلى أحد وعشرات. 60 على 10 زائد 3 على 10، ببساطة شديدة. نبدأ بالأمثلة البسيطة. لهنا أنا هذا الصفر وهذا الصفر يروحوا، واش تبقى لي؟ تبقى لي 6 على 1. 6 على 1 هذه واش هي أصلا؟ هي 6. 6 على 1 هي 6 زائد 3 على 10، وهكذا نكون كتبت كسر عشري على شكل مجموع عدد طبيعي. هنا برك انا ما كملتش العنوان، على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر. نروحوا نشوفوا مثال اخر، وراح نشوفوا مباشره. هنا فهمتوا باللي راهي نحينا فقط الصفر، لما حذفنا الصفر يبقى لنا المقام واحد، واي كسر مقام واحد راهو يساوي هذاك العدد بعده. هنا ماذا لدينا؟ مثلا 86، هاي 86 على 10. ماذا لدي؟ لدي هاي أطفال، ماذا لدينا؟ لدينا 8. لماذا؟ لأنها 80 على 10، نحذف الأصفار تبقى لنا 8 على 1 وهي 8، زائد ماذا؟ زائد 6 على 10. 6 على 10. نروحوا لمثال آخر. لدينا 385 على 100 تساوي، احنا ما عليش نعرض لكم من البداية، تساوي 300. نفكوا هذه برك، نفكوها هنا، المقام راح يبقى نفسه. 300 على 100 زائد 80، هنا فككنا المئات وحدهم، العشرات وحدهم، والأحد وحدهم، على 100 زائد ماذا؟ 5 على 100. المهم هنا واش تعرفوا انتم؟ انه المقام لازم نحافظوا على المقام نفسه. واش نروح نعمل؟ هذو الصفرين يروحوا. هنا واش تبقى لنا؟ تبقى لنا 3 على 1 تسمى 3. هنا هذا الصفر وهذا الصفر يروح، واش تبقى لنا؟ تبقى لنا 8 على 10. هنا ما عنديش اصفار، تبقى لنا 8 من 5. الان انتم واش تكتبوا اصلا؟ هذا كل أو مجرد توضيح، أنتم أصلا مش تكتبوا في الإجابة، نكتب بهذا الشكل مباشرة: 3 زائد 8 على 10 زائد 5 على 100. نروح أبنائي نشوفوا مثال آخر.
لاحظوا أبنائي لدينا 583 على 100. ماذا أكتبها؟ نوضح لكم أيضا باش تزيدوا تفهموا أكثر. 500 وفككوها على 100، هنا المقام دائما نفسه، زائد 80 على 100 زائد ماذا؟ زائد 3 على 100. هنا ماذا لدينا أبنائي؟ الأصفار تذهب، هذه الأصفار تذهب، هذا الصفر وهذا الصفر يذهب، هنا يبقى كما هو. الكتابة الصحيحة إذن ما هي؟ هي 5 زائد 8 على 10 زائد 3 من على 100. ببساطة شديدة هذه هي الجزئية أبنائي، كتابة كسر على شكل مجموع، افهموها وزيدوا شوفوا جزئية أخرى. فقط ملاحظة بالنسبة لأخواتي اللي طلبوا دروس القسمة، نقول لكم ارجعوا فقط لقائمة التشغيل سنة رابعة ولا قائمة تشغيل سنة خامسة. راني عاملة درس القسمة وراح نعملو بحول الله، إما من خلال وضعيات إدماجية أو تمارين. إلى هنا نقول لكم في هذا الفيديو القصير جدا، نقول لكم أخواتي نلتقي بحول الله، إلى اللقاء.